الوكيل لمن يضع الحزن. ربنا يصبرك. انا حابب اتكلم معاك. طب نفهم ايه اللي حصل. اتكلم معاك بس اتكلم 5 دقايق معلش. ربنا يصبرك يا رب وربنا يا رب يشد من عضك ويصبرك يا رب. قولي لي اعرف بس حضرتك اسم حضرتك ايه؟ ام مال. ايه اللي حصل؟ هو راح يشتري عربيه. فين؟ في محافظه ايه؟ في لوكس. في جينة. انت ما ايوه. قالوا لك في الاوضه. هم بيعرفكوش حاجه عن شغلهم يعني رايح جاي؟ لا هو مسافر. انا شايف العربيه من على النت والعنوان والراجل واسمه والفيس بتاعه. طب هو اختار العربيه على النت صح؟ وبعد كده بس مش عارف ان هو رايح يجيبها. وما خدش فلوس معاه. مش واخد تمنها. طيب. معاه. طيب هو صحيح 2 اللي توفوا صح؟ طيب احنا يعني موجودين دلوقتي في بيت في منزل ال يعني اللي حصل فيه الحادثه. منزل اقول ايه بس منزل القتيل. ودول 2 توفوا ضربوهم بالرصاص في عز يعني ضربوهم بالرصاص يعني في عز الشمس. ناس سابتهم تنزف ومحدش انقذهم في المستشفى. مرارة وحسرة تعيشها الأسرة وخاصة الأم. هنتابع مع حضراتكم تفاصيل أكثر. أنا حابب بس أتعرف. اتفضل حضرتك عرفني إيه التفاصيل. إيه اللي حصل بالظبط؟ اتفضل هنا. إيه اللي حصل بالظبط؟ تفاصيل إن هم شافوا على النت عربية إن هم حبوا إن هم يشتروها. شافوا عربية على النت. وهم ناس تجار أساسا. تجار قماش. يعني متعودين على السفر. متعودين على أي مكان في جمهورية مصر العربية بنسافر فيها. كلمة. لحد ما شافوا العربيه سافروا ان هم وبناء عن النت ان هم يشتروا العربيه وراحوا بالفعل كمان. ناس تجار ما بنشيلش فلوس لجيوبنا اكتر من مصروف جيبنا بس فقط لا غير.
بتتعاملوا بالفيزا او تحويل بنكي يعني اي حاجه انت عايزها. فاهمين ان الفلوس خطر. الفلوس ما بنشيلهاش في جيبنا. ايوه لان اللي اتعلمناها في تجارتنا ما بنشيلش اي جنيه في جيبنا اكتر من مصروف الجيب. وهم سافروا بتقابلوا بالتاكيد مع صاحب العربيه اللي منزلها على النت وفي الاخر خرجوا من البلد وهم على اساس يجيبوا الفلوس. وعدوا المعديه بناء عن طريقه والدته هي اللي بتتكلم بتقول لك ان هم عدوا المعديه دليلا ان هم بالفعل دخلوا البلد. ايوه حين خروجهم وجوا بعربيه بتجري ورا الميكروباص فوقفوا يشوفوها. الباص وقف. قالوا لهم ايه بقى؟ هم من العربيه بيقولوا لهم انتم سبتوا العربيه ما اشتريتوهاش ليه؟ قالوا له احنا اتفرجنا على العربيه وخارجين عشان نجيب الفلوس ونرجع للراجل. ايوه على صوت. فكان 100% ان الشك في الشنط اللي هي معاهم ان الفلوس موجوده معهم من ناس جايه من مصر مش معقول ومعروفين الناس تجار مش معقول ان هم ما يكونش معاهم فلوس. فدلوقتي في شنطه يبقى فيها فلوس. شنطتين معاهم دبلت شنطتين. كل واحد معاه شنطه. مفيش اكتر من هدوم الغيارات بتاعتهم يكونوا نازلين في فندق او في اي مكان ان يغيروا هدومهم. ايوه. تموا ضربهم بمار وسابوهم. سابوهم ينزفوا. مرمين على الطريق بدليل ان بعتنا ناس من هناك من جينا نفسها حبايبنا هنا من اخواتنا المسلمين بعتناهم قالوا عيالكم مرمين على الطريق واحد فيهم ميت وواحد لسه حي. بس الشرطه والاسعاف رافضين يشيلوه. لا مفيش حاجه اسمها رافضين. لا معلش بص في اجراءات. اجراءات هي ايه؟ احنا اتفقنا على الموضوع ده ان في اجراءات من خلالها بيتم ما يقدرش غير لما يبلغ النيابه. النيابه تيجي ويعمل معاينه وده كله. اللي بلغك يا اما يكون عنده دليل قاطع عشان تقول الكلام ده يا اما مفيش. معلش اللي بلغوه. خلينا اتكلم معاك. هم دلوقتي فين؟ هم فين؟ موقع مكانهم فين؟ مين هو؟ المتوفين في هنا صح؟ فينا. جايين دلوقتي عشان يدفنوا هنا في الخنك. عشان يدفنوا هنا في الخنك. الخنك. طب انت كل انت اللي بتطالب بيه القبض على الجناح. بطالب الولاد ان انا ما اعرفش الناس دي. لو في بلدي الناس دي لو في سبع ارض هجيبها ولو اعرفه هجيبه. لكن انا دلوقتي بطالب بحق العيال دي بشرع الله. يتم القبض عليهم. سواء قضاء او اي نيابه او شرطه بطالبهم بحق ولادنا. بتطالب بحق ولادنا. لان الناس دي احنا ما نعرفهاش. لو نعرفها قابلين ان احنا نجيبها. بس احنا ما نعرفش الناس دي نهائي. القانون عايز الردع القانوني. عايز الردع القانوني ان انا ضميري يستريح ولادي يستريحوا في ترابهم. ان احنا نكون جايبين لهم حقهم. مش عايزين حقهم بالقانون. بالقانون. قتلوهم بطريقه بشعه. طريقه ما يستعقلهاش عقل ولا دين ولا اسلام. طب هم ولا مسيحيه. مفيش حد يرضى بالقتل وهم منهوا عنه. بس خلينا مستحيلات صح. طب هم اللي اتضربوا بالرصاص صح. ما قالوهمش ليه مثلا خدوا الفلوس وسيبونا نعيش يعني. شكوا واحد مجرم واحد بلطجي مش متخيل انك انت برضك انك انت هتسيب له فلوس بالسهل. فاسرع عنده حاجه السلاح. فقام ضارب. تخيلوا اضرب والشنطه معاه في فلوسها خدها وامشي. بلطجي. بس للاسف هو ضربه الشنطه ما فيهاش فلوس. هو لو طلب منه ان هو يسيب له الشنطه عشان ان هي بقى فلوس كان قال له خد الشنطه بقى غيارين هدوم البسه. لكن للاسف ان الشنطه ما فيهاش اي فلوس نهائيا. بدليل ان ضربهم انصدم ان الشنط ما فيهاش فلوس. ولا خد تليفوناتهم ولا خد فلوسهم. ساب كل حاجه زي ما هي. لان مفيش فلوس. مفيش فلوس في الشنط. وعاد الشنط فيها فلوس. الشنط مفيهاش فلوس. طيب. استفادوا. انتوا عرفتوا الخبر ازاي؟ عرفنا الخبر عن طريق نقيب. هو وصل للحادثه هو اللي اتصل بينا. وكلمكم وقال لكم البطايق وتاكدتوا ان هم. اتاكدنا قال لك انا المكان فلان فلان ولادكم متوفيين وعلى الطريق مرميين رجاء ان تابعنا في القاهره يا فندم. قال لك حد يجي. حد يجي عشان يستلم الجثث. شوف السفر من هنا لجنا 8 ساعات. كان صعب بالنسبه لنا 8 ساعات سفر غير انك تروح بس لازم تروح. لازم توصل. اهالينا من اسيوط اتحركت. كانت قدامنا هناك على جنا واحنا سبقناهم من هنا. عدى تاريخ هذا الساعه لسه اولادنا خارجين بجسامينهم من مستشفى جنا. مستشفى طوخ في جنا. في جنا. ايوه طيب. متعودين بيسافروا وبيبقى معاهم مبالغ ماليه يعني. ما خدوش حذرهم. انتوا كتجار. مفيش اي خيانه لاي تاجر عندنا تما. لان بنتعامل مع ناس ممكن بالمليون و2 مليون و3 مليون. ناس تجار. كلنا ناس تجار قماش.
من كام سنه؟ من قديمنا حوالي احسن من 20 سنه. 20 سنه يعني تجارته قال اهالينا تمن في المطريه، تمن المطريه تمن كلها اخواننا وعمامنا في المطريه، ينزل اي انسان المطريه يسال على تجار التوال قماش، ملوك القماش تمن على مستوى القاهره، منشيه الجبل الاصفر والمطريه اخواننا. سؤال اخير، الناس دي ما تعرفكوش؟ لا ما تعرفكوش، ما نعرفهاش الا عن طريق النت. اه وما زالت العربيه موجوده على جوجل حد هذا الساعه، شالها بعد الحادثه ورجعها تاني صح كده؟ صحيحها. ورسمناه وما سكتناش، رسمناه واداكم رقم تاني، وادانا رقم غير الرقم، بس هي نفس العربيه، وجبنا صوره الشخص موجوده معانا، بس مش هخش بلد اسمع عنها ان هي كلها بلطجيه وحراميه. اه فين بقى بالطالب دي؟ بالطالب ان يتم القبض عليهم وتفعيل القانون. انا مش الا حق اولادنا فقط لا غير بالقانون. تمام متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم شايفين احنا موجودين في منطقه الخانكه، حزن شديد يكسوه على قلوب الاسره، وخاصه الام، الجميع جالس هنا ولا يتحدث عن شيء غير حق اولادنا. اثنين اتقتلوا ما بين 27 و34 سنه، في واحد فيهم يعني عنده ست بنات و ست بنات وولد، وفي حد تاني معاه ثلاث اولاد لسه 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 مراته والدت لسه ملاها مراته ووضعت هنا قريب. تاني ما شافش ابنه يعتبر، تاني بيقول سبع بنات وولد. مش ولد ولا اتنين، معاه ست بنات وولد. حسبي الله ونعم الوكيل، كل اللي بنقوله حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا الاهالي هنا في حاله يعني عايزين حق اولادهم باي بالطريقه واحده، هي طريقه تطبيق القانون. احنا معاكم مشاهدينا الكرام حتى وصول الجسامين، وهنغطي لحضراتكم هذه الحادثه ونوريها لكم التي تقشعر لها شعور الرأش وتحزن لها القلب والعين. الجميع هنا جالس بيواسي الام هذه المغلوبه على امرها، الجميع يواسي الام هذه، والجميع بيقول طب حق اولادنا فين؟ حق اولادنا فين؟ لازم يجي الاعدام. الناس كلها هنا بتقول الكلمه دي، الاعدام. ليه؟ لان اللي مات ده عنده 27 سنه والتاني عنده 34، حق اولادهم لازم يرجعوا، الهجامه لازم تختفي من هنا، لازم يبقى في نوع من انواع الانضباط اكتر من كده، لازم الحق ترجع، لازم الحقوق ترجع. ده كلامهم مش كلامي، ده كلامهم مش كلامي. شكرا لكم متابعينا الكرام. عايزين الحق عيالنا يا ابوي، عايزين الحق عيالنا يا ابوي.